نحن سادة وشيوخ ووجهاء محافظة ذي قار نجتمع اليوم وفي هذه الظروف الصعبة لنؤكد على ما يلي. أولاً، تمر محافظتنا الحبيبة ذي قار بأحداث مأساوية أليمة راح ضحيتها مجموعة من الضحايا الأبرياء من أبناء المحافظة والقوات الأمنية بين شهيد وجريح دون أي أسباب تؤدي إلى القتل. ونحن بدورنا نتساءل لماذا أريقت هذه الدماء البريئة؟ ثانياً، نطالب الحكومة المركزية باتخاذ الإجراءات الحقيقية والصادقة في محاسبة الجنات والمعتدين دون استثناء وتمييز. ثالثاً، لا نسمح لأي جهة أو شخص أن يستغل الأبرياء ودماءهم من أجل المصالح الشخصية والحصول على منصب أو امتياز مادي. نطالب الجميع ببذل كل الجهود السلمية من أجل استتباب الأمن في المحافظة. على أبناء المحافظة أن يعملوا بأن الخاسر الوحيد في كل هذه الاضطرابات هي ذي قار وأهلها، لأن من شأن هذه الأحداث أن تمنع تقدم عجلة البناء والإعمار في المحافظة. نوصي أبناؤنا المتظاهرين أن يحكموا العقل والحكمة وأن يحافظوا على سلامة الشباب وأمن محافظتهم والتعاون مع القوات الأمنية للكشف عن المندسين والمخربين. وأخيراً، نطالب الحكومة المركزية والمحلية الإسراع بالتحقيق العادل بالأحداث الأخيرة.